بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية الرمضانية وبرنامجكم قادة بلاد وادي الرافدين. موضوع حلقتنا لهذا اليوم الملك السومري أوتو هيكال الذي حكم ما بين عامي 2120 إلى عام 2114، يعني حكم بحدود 7 سنوات ونصف السنة. وقبل أن نتحدث عن هذا الموضوع بيودنا ونحن نتحدث في بدايات تاريخ الحضاري لبلاد وادي الرافدين لابد لنا أن نوضح لكم مشاهدي الكرام بأن هذه المنطقة قد اختصتها العناية الإلهية بأن كانت من مناطق الجذب السكاني، فكانت دائماً تحوي الهجرات التي تأتي من بلاد الجزيرة العربية. وبذات الوقت أن الأقوام التي أتت وأيضا شكلت في بدايات التاريخ الحضاري الإنساني في هذه المناطق نتيجة للخصب والنماء ولكل المستلزمات المطلوبة لإقامة الحضارات في هذه المنطقة، لذا نرى أن التجمعات الإنسانية كانت في بدايتها في هذه المنطقة. بدايات الكتابة كانت من هذه المنطقة. بداية أول تجمعات كيانات سياسية لدولة المدينة كانت في هذه المنطقة. الدولة كانت في تلك المنطقة. أيضا نرى أن الإمبراطورية كما سنرى في المراحل اللاحقة على يد سرجون الأكلي أيضا كانت من هذه المنطقة. هذه المنطقة كما قلنا كانت أيضا فضلا عن الأقوام السامية التي وفدت وهاجرت من بلاد الجزيرة العربية، هناك الأقوام السومرية والسومريون هم الأقوام الحقيقة من غير الأقوام السامية التي أيضا جاءت إلى تلك المنطقة وكونت لنا كيانات سياسية. طبيعة هذه المنطقة، ونحن تحدثنا في لقاءات كثيرة حول هذا الموضوع، أن هذه المنطقة بما حباها الله من نماء وخصب وأيضا كل مستلزمات الحياة الحضارية بالتأكيد كانت محط أطماع للقوى وأيضا الأقوام والكيانات السياسية التي كانت حول هذه المنطقة. والمنطقة الآن هي الحقيقة المنطقة المحصورة ما بين شمال العراق الحالي، يعني من منطقة المنطقة الشمالية من منطقة زاخو وحتى الخليج العربي، نرى قامت عليها عدة كيانات سياسية كان من أشهرها هي الدولة السومرية والعودة أيضا إلى الدولة الأكادية ومن ثم البابلية، وأيضا في شمال هذه المنطقة كانت لدينا الدولة الآشورية. إذا نحن نتحدث في مرحلة كما ذكرت أنها كانت محط لأطماع كل هذه القوى. المرحلة التي نتحدث عنها هذه المرحلة التاريخية كانت أيضا مرحلة تاريخية مهمة لأنها كانت عرضة لهجمات الأقوام الجبلية، وتحديدا في هذه الفترة الزمنية وفي هذه الحقبة الزمنية كان هناك الكوتيون، والكوتيون طبعا من الأقوام الجبلية التي أيضا جاءت إلى هذه المنطقة واستطاعت أن تنهي الكيان السياسي في هذه المنطقة. ونرى أن هذه الحالات كانت تتكرر على أرض بلاد الرافدين. في كل مرحلة تاريخية تكون هناك هجمات لا سيما في مراحل ضعف المركز سواء في الشمال أو في الجنوب، فتتعرض إلى هجمات القبائل الجبلية القوية قوية المراس، فكانت تأتي إلى هذه المنطقة وتقوم باحتلالها. وأيضا هنا بودي أن أوضح لحضراتكم مشاهدي الكرام بأن هذه الكيانات كانت دائما هي أقل حضارة وأقل تحضرا من الكيانات السياسية والدول والدويلات وأيضا حتى الإمبراطوريات التي قامت على أرض هذه الوطن، لذا نراها أنها تبقى فترة زمنية تمتد في بعض الأحيان إلى حقبة زمنية أقل أو أكثر من هذا التاريخ، إلا أن هذه المنطقة سرعان ما تتعافى من ما هي عليه ويظهر لنا قائد جديد يستطيع هذا القائد القيام بعملية التحرير. وطبعا هذا ما ينطبق أو هذا الوصف ينطبق على ملكنا أوتو هيكال الذي استطاع أن يخلص هذه المنطقة وهذه
يعني بصراحة خاصة المنطقة الجنوبية كما ذكرنا أن الكوتيون استطاعوا من نقل يعني جعلوا هذه المنطقة كلها تابعة إلى مناطق الجبل أو المناطق الجبلية، وأصبحت تحت ضغط الحكم الكوتي. وبالتأكيد كما قلت في بداية حديثي أن دائما هذه أو هذا الحكم لهذه الأقوام التي أتت، يعني أتى بعدهم الكيشيون وأتى غيرهم من الأقوام كما سنرى في مراحل لاحقة من تاريخ بلاد وادي الرافدين، نرى أنهم كانوا دائما أقل تحضرا، لذا لم يستطيعوا الصمود بوجه يعني لا سيما العامل الحضاري أو الحياة الحضارية لهذه المناطق. فكما ذكرنا أنه بين فترة وأخرى يظهر لنا قائد كبير وقائد مخلص يستطيع من طرد الغزاة وإعادة أيضا نظام الحكم، وهذا ما حدث، وإعادة أيضا الحكم السومري في نهاية الحكم الكوتي. بالتأكيد كما قلنا أنه يعني بداية، لو أتينا إلى البدايات يعني في عام 2120 والفترة التي سبقتها بقليل، تعد نهايات للحكم الكوتي في منطقة بلاد وادي الرافدين. هنا انبرى هذا القائد الهمام من أن يخلص البلاد من هذه القبائل أو من هذا النظام الحكم الموجود، نظام الحكم الكوتي، والذي كان الحقيقة في نهاية أو آخر ملوك تلك الحقبة هو تيخان، والذي تخبرنا المصادر بأنه لم يحكم سوى بضعة أيام يعني حدود 40 يوما، ونرى أن هذا القائد استطاع أن يقيم ثورة كبيرة على النظام الكوتي وأيضا أن يطرد الكوتيين. بالتأكيد يعني عندما استطاع يعني طبعا هو كان في منطقة أوروك، أو استطاع أن يجمع كل أبناء هذه المنطقة ويجيشها من أجل طرد الكوتيين. وطبعا أيضا هناك يعني الأخبار التاريخية التي أيضا تنبئنا عن مسلة تركت لأوتو حيكال الذي تحدث عن كيفية طرد هؤلاء، والذي وصفهم بأفاعي الجبل القارصة، وأيضا كان هناك بعض النعوت. قبيل أو يعني قبل أن تحصل حالة الطرد، نرى أن الكوتيين أرسلوا يعني ضابطين من كمبعوثين من الملك تريقان لغرض طلب من أوتو حيكال على أن يسلمهم البلاد وأن يترك البلاد لهم. فطبعا كان الجواب في هذه المرحلة كان أنه لا يمكن، وأيضا كما ذكرت أن هذه المسلة تخبرنا عن كيفية تصرف أوتو حيكال تجاه الكوتيين أعداء الحضارة وأعداء هذه الأمم التي قامت على أرض هذه البلاد. وأيضا بودي أن أتحدث هنا وأعطي أيضا خلفية تاريخية عن أن السومريين هم من الأقوام غير السامية الوحيدة الذين سكنوا هذه المنطقة، وأيضا كونوا لهم حضارة، وهذه الحضارة أيضا من الحضارات التي يشار لها بالبنان. وبالتأكيد نرى أن الحضارة السومرية والحضارة الأكدية والحضارة البابلية والحضارة الآشورية هي قد تآلفت فيما بينها من خلال النزغ الحضاري، وأيضا تشكيل حضارة لبلاد وادي الرافدين. هذه الحضارة بقيت حتى يعني آثارها بقيت حتى يومنا هذا. وبالتأكيد كان للقائد دورا، دائما كان للقائد دورا كبيرا ودورا رياديا في عملية إعادة التحرير، لأن هذه الحالة الحقيقة تكررت خلال حقب التاريخ، لأن نتحدث في حدود القرن 22 قبل الميلاد. هذه المرحلة الحقيقة اللي كانت بعيدة جدا في التاريخ الحضاري وعميقة في تاريخ الحضاري الإنساني. ما بعد هذه المرحلة نرى أنه حصل عدة احتلالات من قبل القوى المجاورة والقوى أيضا التي كانت في الجهات الأربع لهذه المنطقة، وأيضا
نرى أن في المراحل اللاحقة أن الملوك الذين سيطروا على هذه المنطقة يعني خاصة منطقة بابل التي كانت هي بمثابة المركز، كان يسمى بمثابة ملك الجهات الأربعة، كون أن تلك المنطقة يعني في المنطقة الشمالية كان هناك تحدي أقوام، الأقوام أيضا الجبلية اللي من ضمنهم الأقوام تحدثنا عنهم. المنطقة الشرقية كان أيضا هناك الإيلاميين والفرس والميديين وغيرهم من الأقوام. في الجانب الغربي أيضا كان هناك تحديات لقوى الممالك اليهودية وأيضا الكيانات السياسية في البلاد، بلاد الشام أو بلاد سوريا وفلسطين في هذه المناطق، وحتى في منطقة يعني بلاد مصر. فهذا التحدي بقي ملازما، ونرى في الجنوب أيضا لدينا كان هناك تحديات أخرى في المنطقة التي تسمى الآن بمنطقة الخليج العربي. فبقيت هذه الكيانات السياسية وهذه الدول التي قامت سواء كانت السومرية أو الأكادية أو البابلية أو الآشورية، نراها كانت دائما عرضة يعني لتحديات هذه القوى المختلفة من كافة الاتجاهات. فعندما يكون القائد قوي ويكون المركز قوي وتكون الدولة قادرة على التماسك، تستطيع أن تجعل كل هذه القوى تدين لهذه الدول. أيضا كان هناك يعني أيضا بدي أن أوضح هذه الحقيقة أيضا التاريخية المهمة، أن الدولتين العظميين اللتين قامتا في هذه المنطقة، يعني الدولة الآشورية في الشمال والدولة البابلية في الجنوب، نرى أن في حالة قوة المركز في الدولة البابلية كانت تخضع بلاد آشور للدولة البابلية، والعكس أيضا صحيح. ونرى أن كلتا الدولتين أيضا مرتا بمراحل تاريخية متعددة، من بينها المراحل التي ينطبق عليها الوصف الإمبراطوري. المهم نحن نتحدث في هذه المرحلة التاريخية المهمة، فقلنا أن الكوتيين الذين استطاعوا قبل حقب تاريخية من السيطرة على بلاد ما بين بلاد وادي الرافدين، بلاد ما بين النهرين، بلاد ميزوبوتاميا كما تسمى بالمصادر الغربية، نرى أن في كل حالة من هذه الحالات كان ينبري قائد ويتصدى لهذا الفعل ويتصدى لهذا الاحتلال وتكون عمليات التحرير. وفعلا هذا ما حدث أيضا على عهد ملكنا أوتو حيكال الذي استطاع أن يحقق إنجازا حضاريا وأيضا إنجازا عسكريا كبيرا بالقضاء على الكوتيين وأيضا القضاء على ملكهم. مشاهدي الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.
مشاهدينا الكرام، عودة جديدة. إذن مشاهدينا الكرام، نحن نتحدث عن المهمة التي أوكلت إلى الملك أوتو هيكال. وعلى الرغم من قصر الحقيقة المدة الزمنية التي اطلع بحكم بها، إلا أنها كانت فترة زمنية مهمة. فأيضا النص الحجري يخبرنا بأن أوتو هيكال قد كلف من قبل الإله إنليل، وأيضا اختارته الإله إنليل، وهو كان طبعا ملك لمدينة أوروك، فاستطاع أن يجمع كل القوات من هذه المدينة للقيام بهذه المهمة. فجاء وصلى في معبد الإله النانا، وأيضا من أجل طرد، كما ذكرت في هذه الوثائق، كان يسمون بثعابين الجبل. استطاع هذا الملك بما أوتي من قوة في الحكمة والإدارة وأيضا القدرة العسكرية، لم شمل هؤلاء أو هذه القوة، بجمع قوات أوروك وأيضا التصدي لقوات الكوتيين. فاستطاع هذا الملك أيضا بمباركة من الآلهة، طبعا كان للجانب الروحي والجانب الديني له الأثر الكبير، لأن كما هو معلوم لحضراتكم مشاهدي الكرام أن الملك كان يعد بمثابة وكيل عن الآلهة. يعني الآلهة عندما تريد أمرا تقوم بتكليف أحد الملوك بهذه المهمة، وهذا ما حدث للملك أوتو هيكال الذي استطاع من خلال هذا التكليف أن يجيش الجيوش. وأيضا ذكرنا قبل قليل كيف أن الملك تريقان ملك الكوتيين أراد استفزاز هذا القائد، وأيضا الحط من شأنه عندما أرسل له رسل يطلب منه التسليم، وأيضا يطلب منه عدم المقاومة وترك المقاومة وإنهاء هذه الثورة. فكان الجواب الحقيقة جواب حاسم وجواب حدي، فاستطاعت هذه الجيوش التي كما ذكرت استجمعها من منطقة أوروك وتقدم صوب الكوتيين. نرى أن الملك تريقان ملك الكوتيين هرب من بين جموعه، إلا أن أهالي المنطقة استطاعوا إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى أوتو هيكال الذي عمل على ربط أرجله برقبته، وأيضا انتهى الوجود الكوتي في هذه المنطقة المهمة، وأيضا إعادة هذه المنطقة تحت لواء الحكم السومري بمباركة من الإله إنليل. وأيضا نرى أنه استطاع من طرد هؤلاء الكوتيين خارج حدود بلاده. وأيضا قلنا أن هذه الحالات كانت دائما تتكرر عبر التاريخ القديم، إلا أن قادة بلاد وادي الرافدين كانوا ينبرون في كل حقبة تاريخية ومرحلة تاريخية بأن يظهر محرر. هذا المحرر يستطيع أن يثور على القوى الدخيلة على هذه المنطقة ويعمل على طردها، وأيضا تستمر العملية الحضارية وأيضا العملية السياسية وفق الأطر الحضارية التي كانت سائدة وقت ذاك. لأن هذه المنطقة ذكرنا أنها كانت في حقيقة الأمر تتوفر فيها كل مستلزمات قيام الكيانات السياسية وكل مستلزمات الحياة الحضارية وبكل مفاصلها. يعني هذه المنطقة اختصت أولا في جانب وفرة المياه، في المناخ، في أيضا جانب التضاريس الأرضية والحضارية اللي جعلت من هذه المنطقة
منطقة بناء حضاري. يعني نحن عندما نتحدث عن هؤلاء الملوك وعن نتحدث عن هؤلاء القادة، يعني الحقيقة لا نتحدث فقط عن الحياة العسكرية والحروب وما إلى ذلك، لا، نتحدث عن جوانب حضارية كبيرة، نظرا أن هؤلاء الملوك استطاعوا من أن يقيموا حضارات في يعني في كل مناحي الحياة. فنأتي إلى جانب العمران، بالتأكيد كانت الدول أوقتذاك تحتاج مثلا إلى بناء المدن، تسوير هذه المدن، الدفاعات لهذه المدن، فضلا حتى عن جانب بناء الجيوش، الحياة الحضارية، الحياة العلمية. فكانت هذه المنطقة منذ أن أودع فيها الله سبحانه وتعالى كل هذه المستلزمات وقامت فيها هذه الأقوام لهذه الحضارات الكبيرة، استطاعت أن تكون منطقة إشعاع لكل العالم. ليست يعني عندما نتحدث عن هذه الحضارة، يعني في القرون أكثر من 22، يعني عندما أتوا يعني أتت الأقوام، الحقيقة الأقوام السامية أتت إلى هذه المنطقة بحدود 4000 سنة، هي أتت كأقوام. في حدود 2500 عام كانت هناك كيانات سياسية. بعد نرى أن هناك أيضا عندما توالت الحياة السياسية للعديد من الأقوام، يعني كما ذكرنا السومرية والأكادية وأيضا البابلية والآشورية، نرى أن هذه أتت كلها بشكل متزامن. فضلا عن هذا، أن مرحلة كبيرة، يعني مثلا عندنا الدولة البابلية في أدوارها الأخيرة، يعني منذ 2500 سنة قبل الميلاد انتهت إلى حدود 539 أيضا قبل الميلاد. نرى أن الدولة الآشورية التي قامت أيضا بحدود يعني 2006 قبل الميلاد إلى نهايتها في عام 612 قبل الميلاد، كان أيضا هناك تناغم سياسي حضاري اقتصادي في كل مناحي الحياة. يعني عندما كان الملوك يقومون في تلك المرحلة بإقامة الحضارات، أيضا كان هناك مستلزمات لإقامة هذه الحضارات، منها مثلا جلب المواد الأولية. يعني كانت في بعض الأحيان الحضارات تحتاج، مثلا عندنا في جنوب العراق كان يحتاجون مثلا إلى الحجر الذي موجود في الشمال، ليس كما هو حال يعني الدولة الآشورية. يعني عندما بسالي نسأل، الدولة الآشورية بقت آثارها حتى يومنا، آثارها بقت حتى يومنا هذا، بسبب أن هذه الحضارة قامت على أو بناء هذه الحضارة والبناء العمراني قام مثلا على نوع من الأحجار التي صمدت بوجه كل هذه الفترة الزمنية. نرى في جنوب العراق هناك اختلاف كبير، لكن عندما كانت تحتاج إلى هذه المواد، أو حتى أحيانا تحتاج إلى الأخشاب الذي كان يؤتى به في وقتها من لبنان، كان أيضا يؤتى به عن طريق النقل النهري أو النقل البحري. فنرى أن هناك كان لهذه الدول أيضا سيادة كبيرة على مساحات كبيرة من أراضيها تقوم عليها الحضارات. وأيضا هذا الوصف قلنا ينطبق على أول كيانات الدول السياسية التي قامت على العراق. ومن ثم نحن عندما نقول بلاد وادي الرافدين، قامت على بلاد وادي الرافدين، وحتى سقوط هاتين الحضارتين الكبيرتين بسقوط أكبر دولتين عظيمتين في التاريخ. نرى أن هذه الحضارات أيضا كان هناك نزغ حضاري مشترك ما بين هذه الحضارات، من خلال أيضا طرق الحكم، من خلال العمل العمراني، من خلال العمل العلمي. يعني ذكرت قبل قليل أن الجانب العلمي كان في هذه الكيانات الدول كان على أوجه، يعني كان هناك تطور علمي وتطور حضاري مثلا في كل مناحي الحياة. يعني هذه المنطقة علمت الإنسانية كتابة الحرف الأول، أول ما كتب الحرف الأول في هذه المنطقة كتب في بلاد ما بين النهرين أو بلاد وادي الرافدين، أو كما قلنا يسمى ببلاد ميزوبوتانيا. هذه المنطقة التي أيضا نراها أشعة، يعني كان هناك شعاع حضاري من خلال، حتى بعد أن سقطت هاتين الحضارتين الكبيرتين بدأت الحضارات
الأخرى لا سيما الحضارة الغربية من خلال أيضا الاحتكاك الحضاري ما بين هذه الدول وما بين هذه الكيانات وأيضا الدول التي وفدت إلى هذه المنطقة. يعني نرى أن بابل مثلا عندما سقطت على يد الميديين سنة 612 قبل الميلاد، وأيضا العفو آشور سنة 612 قبل الميلاد، بابل سنة بعد 73 سنة في عام 539 أيضا قبل الميلاد، نرى حصلت هناك مرحلة انقطاع حضاري كبير، إلا أن الحضارة كانت حضارة مشعة من خلال هذه البقعة الجغرافية التي اختصتها العناية الإلهية بكل مستلزمات البناء الحضاري وأيضا قيام الحضارة على هذه الأرض بما توفر لها من كونها أرض جاذبة للسكان، تقابلها كما ذكرنا في كثير من الأماكن مناطق للطرد السكاني أو مناطق للتحدي لهذه الأماكن. وأعود وأكرر وأقول أن قادة العراقيين الأبطال الذين جاءوا عبر التاريخ، يعني منذ 3000 عام قبل الميلاد أو أكثر من هذا التاريخ وحتى نهاية العهد الحضاري، كان هناك الحقيقة دور كبير في عملية البناء الحضاري، لأنهم كانوا يتمتعون بمواصفات جعلتهم قادرين على إقامة مثل هذه الحضارات. مشاهدي الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة اخرى في هذا اللقاء، وايضا نحن في رحاب الملك السومري الكبير اوتو هيغال، قلنا الذي حكم ما بين عام 2120 الى عام 1114، يعني حكم بحدود 7 سنوات ونصف السنة. نعود مرة أخرى مشاهدي الكرام، الحقيقة هناك معلومة بيودي أيضا أطرحها لحضراتكم، هي أن الثورة التي قامت على الكوتيين قامت تحديدا يعني بدء المعارك قامت في 14 من تموز يوليو من عام تسلمه للسلطة، يعني في عام 2120 سميت بالثورة التموزية. وتعد هذه الثورة التموزية أول ثورة في العالم قامت في هذا الشهر، وحتى في تاريخنا الحديث نرى مشاهدي الكرام في تاريخنا الحديث والمعاصر أن الثورات التي قامت الثورات العالمية وحتى الثورات في البلاد الوطن العربي قامت أيضا في تموز، تعد من الثورات المهمة. وكانت باكورة أو كانت الثورة الأولى هي الثورة التموزية الأولى التي قامها أوتو هيغال ضد الكوتيين في هذه المنطقة، فأصبح لتموز أهمية كبيرة، يعني هذا الشهر يعد من الأشهر البارز في أيام السنة، كونه دائما تكون هناك أحداث جلة وأحداث عظيمة في هذا الشهر. فقلنا أن أول ثورة قامت في العالم في شهر تموز يوليو هو في عهد هذا الملك الذي استطاع أن يخلص البلاد من التسلط الكوتي البغيض. وطبعا مشاهدي الكرام أيضا بودي أن ننوه أن الكوتيين دائما كانوا أقل حضارة، ليس هم فقط، حتى بقية الأقوام لا سيما الجبلية منها وفي المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية وفي المنطقة الشرقية دائما كانت هذه الأقوام هي أقل تحضر، على الرغم من أنها تتحين الفرص بين الفينة والأخرى من أجل الانقضاض على مراكز السلطة في البلاد عندما يضعف المركز. يعني طبعا هناك استشعار، كانوا يعلمون بأن يعني مثلا عندما غاب حمورابي عن السلطة في بلاد بابل، نرى عندما جاء ولده إلى هنا لم يستطع أن يسير بذات النهج الذي سار عليه أبوه، فنرى أن هذه حالات الاستشعار كانت موجودة من قبل هذه الأقوام، قلنا القوية المتمرسة، الأقوام الجبلية، فكانت دائما تتحين الفرص. فكان في التاريخ القديم أيضا هذا الوصف أيضا ينطبق على الكوتيين الذين استطاعوا من السيطرة على مقدرات هذه البلاد، إلا أنهم لم يستطيعوا التكيف مع الحياة السياسية والحياة الحضارية لسبب بسيط، أن هذه الأقوام عندما حكمت هذه المنطقة، هذه المنطقة كانت مناطق حضارية، يعني قلنا أن منطقة جذب سكاني. ولو عدنا إلى التاريخ القديم جدا، يعني 90,000 سنة قبل الميلاد و60,000 سنة قبل الميلاد و15,000 سنة قبل الميلاد وحتى 10,000 سنة قبل الميلاد، نرى أن هذه المنطقة كانت منطقة جذب، فبالتأكيد ما تكون هناك تجمعات، وهذه التجمعات دائما عندما تكون من خلال عملية الزراعة يكون هناك استقرار ويكون هناك بناء ويكون هناك عمران ويكون هناك ثقافة وتكون هناك حضارة. فبالتأكيد الأقوام التي كانت متواجدة على أطراف هذه المنطقة لم تكن بذات يعني لم تكن بذات المستوى. يعني مثلا أتي لكم بمثل بسيط، عندما تم احتلال مدينة نينوى وتم إسقاط الدولة الآشورية، نرى أن الميديين لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا لهذه المدينة سوى أنهم قاموا بعملية نهب وسلب وتركوا البلاد بفراغ سياسي كبير، وحتى أن نينوى بقيت إلى ما لا نهاية بدون كيان سياسي، انتقل الدور السياسي والدور الحضاري إلى نظيرتها والمدينة المقابلة لها هي مدينة الموصل مثلا.
نحن نتحدث يعني من أجل أن نوضح الفكرة لمشاهدنا الكريم أن هذه الأقوام عندما أتت وسيطرت على مراكز السلطة في بلاد وادي الرافدين سواء في المناطق الشمالية أو في المناطق الجنوبية لم تستطع الحفاظ على هذه الكيانات لسبب بسيط أنها أقل حضارة من هذه البلاد. النقطة الأخرى أن هذه المنطقة أيضا اختصت بوجود دائما قادة عبر التاريخ. هؤلاء القادة استطاعوا أيضا من قيام ثورات لاحقة يعني حتى لو يأتي الأجنبي الذي يأتي من خارج حدود هذه المنطقة ويحكم حتى لمثلا فترة حقبة زمنية 100 سنين أو كذا نرى أن بعد فترة لا تطول عن القرن من الزمان أن هذه المنطقة تستجمع قواها ويظهر قائد جديد. هذا القائد يستطيع من إقامة أو القيام بثورة على المتسلط الأجنبي على هذه المنطقة. وبالتأكيد دائما المتسلط الأجنبي والذي يقوم بالاحتلال المحتل الأجنبي دائما كان كما ذكرت أقل حضارة، فإذا غير قادر على تسيير العجلة السياسية والعجلة الاجتماعية والعجلة الحضارية أو الثقافية للمجتمعات التي كان فيها رقي. يعني مثلا أنا قريت في أحد الصحف في مثلا عن الجانب القانوني، مثلا قانون حمورابي أحد المشرعين في القانون الأمريكي في عام 1961 عندما اطلع على قانون حمورابي للحقيقة للاهتداء إلى حالة قانونية غريبة عنهم، عندما اطلع على هذا القانون قال إن هذا القانون بإمكانه أن يكون مطبقا على مجتمعنا، يعني يقصد على المجتمع الأمريكي، ويستطيع هذا القانون أن يشير عجلة الجانب القانوني في هذه البلاد. إذا عندما تكون الدولة بهذا المستوى في جانب واحد من جوانب الحياة في الجانب القانوني بهذا المستوى، يعني حمورابي أتى ب 282 نص قانوني ومادة قانونية، هذه المواد القانونية يعني في وقتنا المعاصر هناك كثير من الأمور المشرع القانوني في الدول العظمى لم يستطع الاهتداء كما وجد في هذا القانون الكبير لهذا الملك العظيم وأحد القادة العظام في بلاد ما بين بلاد الرافدين وبلاد ما بين النهرين. إذا يتضح من هذا لأن الشعوب والأمم والأقوام وحتى الكيانات السياسية التي قامت على أرض بلاد الرافدين وأيضا قادتها العظام الحقيقة كانوا مؤهلين لهذا الدور الحضاري الكبير. فنرى بين فترة وأخرى أن هذه أو هذا النزل الحضاري قد أيضا شع إلى الأقوام والأمم اللاحقة بعد أكثر من 200 عام من الانقطاع الحضاري اللي حصل. يعني أنا ذكرت إخواني قلنا آخر حضارة كانت في بلاد ما بين النهرين انتهت في عام 539 قبل الميلاد على يد الأخمينيين. مع هذا يعني أتى الأخمينيون وأتى بعدهم اليونان من خلال الإسكندر المقدوني، وأيضا ظهرت عندنا لدينا الحضارة الهيلينستية الحضارة الخليطة ما بين الشرق والغرب. هذه الحضارة الحقيقة كان أيضا نزل حضاري من حضارات بلاد وادي الرافدين. فبالتأكيد الحضارة التي قامت بهذه المواصفات بالتأكيد كان وراءها شعب عظيم وكان وراءها قادة عظام وكان وراءها أيضا خلفية علمية ثقافية حضارية كبيرة استطاعت أن تمد الإنسانية بكل هذه القيم. لذا نحن العراقيون من حقنا وبعد آلاف السنين أن نفخر بهؤلاء القادة الذين قدموا للإنسانية دروسا عظيمة. يعني عندما نأتي الثورات، يعني نأتي مثلا في التاريخ الحديث ومن ثم المعاصر، نقول عندما قامت مثلا الثورة في فرنسا قامت في تموز، هذه من أين أتى؟ أتى أيضا من خلال التاريخ الحضاري لهذه المنطقة وكيف كانت تموز
الحقيقة كان بداية للثورات العالمية، فكان من هذه الأرض المعطاء، الأرض الكبيرة، الأرض الجميلة، الأرض التي حباها الله بكل مستلزمات قيام الحياة الحضارية وأيضا الحياة السياسية. مشاهدي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، آملين أن نلتقيكم في حلقة جديدة وفي قائد جديد من برنامجكم قادة بلاد الرافدين. إلى ذلك الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.